أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من المشهد المغاربي. واقع سياسي متحرك في المغرب سببه المقاطعة الواسعة لمنتجات ثلاث شركات. المقاطعة غير المسبوقة حسب ملاحظين قد تسببت أو قد تتسبب في أزمة حكومية، إذ بعد وصف وزير المالية محمد بوسعيد المقاطعين بالمدويخ، الشيء الذي أجج المقاطعة، ها هو لحسن الداودي الوزير في حكومة العثماني يشارك في وقفة احتجاجية مساندة لعمال شركة الحليب المعنية بالمقاطعة. المشاركة هذه كلفته إعفاءه من منصبه الحكومي، إعفاء اعتبره البعض مخالفا للدستور على اعتبار أن الإعفاءات هي من الاختصاصات الدستورية للملك. المقاطعة لم تسبب إحراجا للحكومة فحسب، بل كانت سببا في توتر داخل الحزب الحاكم نفسه العدالة والتنمية، إذ أبانت عن موقف غير منسجم تجاهها، بل وضعت الحزب أمام امتحان صعب، إما دعم الشركات المقاطعة أي دعم رجال الأعمال، أو الوقوف مع المطالب الشعبية أي ضد رجال الأعمال، وهو ما يطرح سؤالا عميقا متعلقا بمستقبل حزب العدالة والتنمية على المستوى الشعبي. فهل كشفت المقاطعة عن حقيقة العلاقة بين النخبة السياسية والمواطن المغربي؟ وهل يمكن الحديث عن مرحلة جديدة يكون فيها للمواطن المغربي نصيب أوفر من فرض احترام رأيه على الطبقة السياسية؟ أسئلة سنحاول الإجابة عنها في سياق حلقتنا اليوم، البداية مع تقرير الزميل نبيل عبد اللوي. بعدما أحدثت مشاركة الأحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة في الوقفة الاحتجاجية لعمال شركة سنترال دانون ضجة داخل حزبه، قرر طلب إعفائه من منصبه. وأصدر حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي بلاغا ربط فيه هذه الاستقالة بتداعيات ظهور الداودي في وقفة احتجاجية في الرباط نظمها عمال الشركة للمطالبة بوقف حملة المقاطعة ودعوة الحكومة للتدخل لحماية مناصب عملهم المهددة جراء خسائر الشركة. ليليه بلاغ آخر يناقض تماما البلاغ الأول، يؤكد فيه الحزب أنه لم يتلقى طلب الاستقالة ولم تناقش الأمانة العامة ذات الموضوع في محاولة لتصحيح خطأ دستوري أو ما يمكن اعتباره تجاوزا لصلاحيات الملك برأي متابعين، إذ ينص الفصل 47 من الدستور أنه يحق لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية. السيد وزير الشؤون العامة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والمتعلق بموضوع طلبه للإعفاء، هذا الأمر لم يناقش في مجلس الحكومة، وبالتالي لا يمكن أن أعلن عن موقفين حوله، لم يناقش. الإطار الدستوري المنظم لهذا الأمر واضح، مجلس الحكومة ليس هو المؤسسة الذي يناقش فيها طلب الإعفاء. في حين يقول آخرون أن الوزير أخبر فقط زملائه في الحزب برغبته في الاستقالة ولم يقدمها للأمانة العامة بشكل رسمي، وهذا سليم من الناحية الدستورية. ومن المنتظر أن تعرف حكومة العثماني رجة سياسية ما قد يعجل بإجراء تعديل حكومي عبر إعفاء وزراء، خاصة في ظل الغليان والاحتجاج الذي تعرفه عدة قطاعات اجتماعية، كما يمكن أن يساهم ملتمس الرقابة الذي طرحه حزب الأصالة والمعاصرة المعارض في رجة سياسية في اتجاه يزيل الضبابية القاتمة عن سلوك الفاعلين السياسيين في تعاطيهم مع الحملة الشعبية. ولن تنتهي مهمة العثمان هنا برأي محللين، فحملة المقاطعة ستبقى حصن في حذائه، وعليه أن يجد حلا لها قبل أن يتحول الأمر إلى سقوط جماعي. إذن للتعليق على هذا الموضوع أرحب بالزميل والكاتب الصحفي أشرف طريبق معي من الرباط عبر خدمة سكايب. مرحبا بك أشرف. إذن يعني تصريح وزير المالية في بداية المقاطعة
مشاركة الداودي مع عمال شركة الحليب، مواقف داخل الحزب الحاكم نفسه العدالة والتنمية غير منسجمة تجاه هذه المقاطعة، الحكومة في بعض الأحيان اتهمت بأنها لم تكن يعني حيادية بل كانت منحازة إلى الشركات التي وقع مقاطعتها، بمعنى أنها ضد المقاطعة وضد إرادة عدد كبير وهام من المواطنين المغاربة. كل هذه المواقف على أي شيء تدل في على المستوى التقييم الحكومي؟ هي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الحكومة في بداية الأمر كانت تبخس من حجم المقاطعة، هي لم تكن تدرك مخاطر أو مآلات هذه الحملة، حملة المقاطعة، لأنها في البداية لم تكن تعرف ما هي الأطراف التي يعني بدأت هذه العملية وعبأت من أجلها. طبعا المقاطعة كان وقعها كبير جدا وكانت نتائج ظاهرة، وانخرط فيها انخرطت فيها فئات واسعة من الشعب المغربي، مما جعل الحكومة في ارتباك وحرج متكامل في إطار سياسة ليبرالية ينهجها المغرب، دائما هدفها الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، تعطى القيمة الأكبر لفائدة الشركات ورجال الأعمال باعتبارهم يعني أحد محركات الاقتصاد المغربي. لكن أمام تراجع القدرة الشرائية، أمام تراجع الطبقة الوسطى، أمام غياب مؤسسات للمنافسة وللحفاظ على النزاهة وقيمة السوق، ارتبكت الحكومة لم تعرف يعني جيدا كيف ماذا ستفعل، هل ستتجه مباشرة من أجل دعم هذه الشركات أم أنها مدعوة إلى الاستجابة لمطالب طالب الجماهير، وهذا ما يفسر ارتباكات على مستوى الوصف، وصف المداوير، وصف القطيع، وصف كذا، ارتباكات على مستوى تدبير الموقف من المقاطعة، لأن المقاطعة همت ثلاث منتوجات، في حين إذا تأملنا تصريحات حزب العدالة والتنمية والوزير حسن الدودي سنجده يتكلم فقط عن منتوج واحد اللي هو منتوج الحليب، لماذا لا يتكلم عن المنتوجات الأخرى يعني الماء المعدني وكذلك شركة المحروقات؟ ببساطة شديدة لأن الأمور اختلط فيها السياسي مع الاجتماعي، الشركة تتبع أحد وزراء حزب التجمع الوطني الأحرار، وهو لا يريد أن يقع في الحرج أنه يدافع عن شركة لأحد وزراء الحكومة. يعني أيضا حزب العدالة والتنمية وقع في حيرة من أمره، ما بين الالتزامات والوعود التي قطعها على يعني أمام مناظريه وأمام الفئات الواسعة التي انتخبت عليه، وما بين الوجه الآخر، وجه الحكومة الذي من المفترض أن يمثل ليس فقط نفسه وإنما الأغلبية الحكومية زائر الداعمين من رجال الأعمال وكذا. طيب، لكن يعني أشرف هنا سؤال يصبح منطقي ومعقول جدا عن السبب في هذا الارتباك، يعني هل هو عدم التجانس بين مكونات الحكومة؟ هل لأنه فعلا هناك حتى داخل الحكومة من هو ربما ضمنيا مع المقاطعة ومن هو ضدها؟ ما هي الأسباب التي تجعل حكومة ترتبك أمام تحرك شعبي لا فيه مظاهرات لا فيه أي شيء، فقط هي حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا غير؟ هو فعلا المقاطعة يعني كان سلاحا مؤثرا وبدون مظاهر يعني غريبة، أو يعني فقط تأثيرها عبر الإنترنت ممتد عبر شبكة التواصل الاجتماعي، لكن نتائجها على المستوى الواقع الاجتماعي والاقتصادي كانت نتائج واضحة للعيان. طيب، أي حزب سياسي لا بد أن يتفاعل مع عملية المقاطعة، ولا بد أن يتجاوب مع ردة فعل، لأن هي فئات شعبية مغاربة يعني أيدوا هذه الحملة وانخرطوا فيها، هذا سياسيا. لكن على المستوى الاقتصادي وفي موقع التسيير والتدبير تجد على أن للمقاطعة آثارا صعبة على بعض القطاعات التي بذل فيها المغرب مجهودا كبيرا من أجل تطويرها، وأقصد هنا قطاع تربية المواشي والقطاع الفلاحي وقطاع منتوجات الحليب. يعني فالتعاونية المعنية هي تجمع الحليب من أجل 120 ألف فلاح، بمعنى أنه هذا قطاع له سلسلة يعني ممتدة على المستوى العمر. يعني الاختلاف ما بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي هو الذي جعل هذا الارتباك. أما الحكومة يعني بأغلب مكوناتها هي لا يمكن أن تكون ضد نفسها،
يمكن للمعارضة أن تركب على حملة المقاطعة وأن تنتفض وأن تتبناها وأن تحرج الحكومة. وهذا يعني رأينا من بعض الخطوات أن حزب الأثرة والمعاصرة يحاول أن يعد ملتمسا للرقابة يرفعه على هذه الحكومة، لكن في المقابل الحكومة ارتبكت ما بين ما هو سياسي التجاوب مع مصالح يعني الشعب ومحاولة يعني الاستجابة لهذه المطالب، وما بين ما هو اقتصادي الحفاظ على التوازنات، لأنه الميزانية المغربية أو الموازنة العامة هي موازنة هشة، وأي عملية مقاطعة أو تدهور في اقتناء أحد المنتوجات يعني نعم. سيساهم العديد من الأضرار. جميل، ابقى معي أشرف، سأعود إليك إلى الرباط الآن مشاهدي الكرام. معي من هناك القيادي في حزب العدالة والتنمية دكتور عبد العالي حامد الدين. دكتور حامد الدين أرحب بك. إذا موضوع المقاطعة كما أربك الحكومة يبدو أنه في نفس الوقت أربك كذلك حزب العدالة والتنمية، لماذا لم نشهد موقفا واضحا من حزب العدالة والتنمية تجاه هذه المقاطعة التي قيل أنها واسعة ومؤثرة وغير مسبوقة حتى في المغرب؟ بالتأكيد يمكن القول بأنه حزب العدالة والتنمية تأخر كثيرا في فهم هذه الدينامية المتمثلة في مقاطعة ثلاث بضائع بعينها، ثلاث منتوجات. كان هناك تأخر كبير في تقدير الموقف الضروري في اللحظة المناسبة. كان بالتأكيد هناك ارتباك حكومي وانعكس بدون شك على الحزب الذي يقود الحكومة. أقول ذلك وأنا أنتمي إلى هذا الحزب، لكن أقدر بأنه لا بد أن يعرف الناس الحقيقة. والآن أعتقد بأنه يؤدي ثمن هذا التأخر، لكن ربما هذه المقاطعة في نظرية ليست معزولة عن سياق سياسي معين، بعيدا عن اللغة الاقتصادية المتعلقة بمحاولة إلحاق أضرار معينة إلى منتوجات ذات رمزية ودلالات معينة، لا سيما ماء سيدي علي ومحطات البنزين إفريقيا التي ترمز إلى علاقة المال بالسياسة بطريقة غير يعني بطريقة يمكن أن أقول عنها بأنها فاحشة. بعيدا عن هذا الجانب الاقتصادي، فإن الجانب السياسي أعتقد هو المهم في هذه المقاطعة. هذا جواب سياسي على مرحلة سياسية تميزت بالكثير من الاحتقان منذ مرحلة البلوكاج، منذ مرحلة إعفاء الأستاذ عبد الإله بن كيران وعدم السماح له بتشكيل حكومة منسجمة مع نتائج انتخابات. اندلع حراك الريف في البداية، اندلعت أحداث جرادة بعد ذلك. الآن جاءت المقاطعة، بمعنى أن المجتمع يعبر عن دينامية لتقديم أجوبة سياسية تقول بأنه رافض لمسار سياسي معين، ويعبر عن ذلك بالطريقة التي لا ترتب التزامات بالنسبة إليه، ولا ترتب أيضا متابعات قضائية كما هو الشأن بالنسبة للمحاكمة التجارية في الريف أو في جرادة. نعم أستاذ دكتور عبد العالي، فيما يتعلق بموقف الحزب أو يعني تصرف السيد الحسن الداودي، يعني ليس هناك وضوح حقيقة في موقف الحزب تجاهه، هل هناك إعفاء ليس هناك إعفاء، ما الذي حصل بالتحديد في هذه النقطة؟ لا، الذي حصل هو أن الدكتور حسن الداودي مباشرة بعد الوقفة التي شارك فيها إلى جانب العمال الذين يشتغلون في أحد في المعامل المتعلقة بإنتاج الحليب، وهذه مفارقة بمعنى أن العمال يجتمعون من أجل مطالبة الحكومة، فغير مفهوم أن ينزل وزير إلى العمال من أجل مساندتهم في هذه العملية. طبعا الدكتور الداودي له تقدير مختلف، هو بالنسبة إليه نزل من أجل الدفاع عن الفلاح والدفاع أيضا عن الشركة، لأنه منسجم مع تصريحاته المساندة لعدم مقاطعة منتوج الحليب بالخصوص أساسا، لهذا الحكومة تحدثت فقط عن مادة إنتاج الحليب، لأن ذلك من شأن مقاطعته أن يخلف أضرار على الفلاحين الصغار الذين يزودون مصانع الحليب بالحليب، ولا سيما حوالي 120 ألف فلاح. لكن الدكتور الداودي اعترف بخطئه وقدم استقالته إلى رئيس الحكومة. الأمانة العامة تفاعل
مع طلب الاستقالة، وأكدت بأنه تصرف الدكتور حسين الدودي كان خطأ. نعم. وأعتقد بأنه هذا تصرف سليم من الناحية السياسية ومنسجم تماما مع ربط المسؤولية بالمحاسبة. والحزب أعفى نفسه من الدخول في نقاش محاسبة أو محاسبة وزير على أدائه، لأن هذا الوزير اعترف منذ اللحظات الأولى بأنه أخطأ التقدير، وبأنه خلف نيته كانت مختلفة عن ما ذهب إليه الرأي العام الذي تلقى هذه الخطوة بطريقة غاضبة. طيب الدكتور حامد الدين، البعض من قيادات العدالة والتنمية يعتبر أن حملة المقاطعة وإن كانت منطقية ومعقولة ومقبولة، لأن مواطن غلى ثمن بضاعة فيطالب بتخفيضها عبر هذه الطريقة، لكن هناك مقصد آخر أو هدف آخر من وراء المقاطعة، وهو استهداف حزب العدالة والتنمية، لأنه هنا وهذا ما رأيناه يبدو أن الحزب وجد نفسه في مفترق طرق، يعني إما أن يكون مع الشركات وإما أن يكون مع المطالب الشعبية. في كثير من الأحيان اختار على الأقل من هو في الحكومة الوقوف مع مع الشركات، بعض القيادات الأخرى الحزبية اختارت الوقوف مع المقاطعة. لماذا هذا الارتباك الذي لم نعهده على الأقل في السنوات الأخيرة من حزب العدالة والتنمية حينما كانت تحت قيادة عبد الإله بن كيران؟ أنا لا أعتقد بأنه المقاطعة استهدفت حزب العدالة والتنمية، بالعكس المقاطعة استهدفت زواج المصالح المرتبط بالمال والسلطة. المقاطعة استهدفت أساسا منتوج البنزين لشركة محددة، وهذه الشركة صاحبها هو رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. نعم. وهو حليف لحزب العدالة والتنمية في الحكومة، لكن هناك ملاحظات كبيرة جدا حول طبيعة هذا الحزب وحول الدور الذي كان مرشح أن يقوم به في المرحلة القادمة كبديل عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي تلقى ضربة قوية في يوم 7 أكتوبر السابق. نعم. المغاربة بحيثهم السياسي فهموا بأن الورقة الرابحة في المرحلة القادمة لمن أفشلوا مشروع عبد الإله بن كيران هي التجمع الوطني الأحرار، فاستهدفوا إفريقيا أساسا. وطبعا يمكن أن أقول بأن هذه المقاطعة بغض النظر عن من دعا إليها أول يوم أصبحت الآن ثقافة شعبية. نعم. المنتوج الثاني هو سيدي علي الذي تشرف عليه رئيسة السابقة للباترونة في المغرب. نعم. الاتحاد العام لمقاولة المغرب، وأيضا هذه الباترونة في كثير من المحطات فقدت حيادها المطلوب واصطفت ضد الحكومة، لا سيما زمن عبد الإله بن كيران، فإذا قامت بأدوار سياسية غير منسجمة مع طبيعتها كتجمع لرجال أعمال اقتصاديين. شركة الحليب هي تابعة لشركة فرنسية. نعم. فرنسية، وبالفعل موضوعيا ليست الشركة هي المتضررة لوحدها، وإنما يتضرر معها أيضا مجموعة من الفلاحين الصغار، لكن المواطن بالنسبة إليه هذا الفلاح الصغير لا ينبغي أن يبقى مقتصرا في موارده على مادة الحليب، وإنما ينبغي للحكومة أن ينوع. أن تدعمه. نعم. ببرامج. طيب. لتنوع مصادره. جميل. وبالتالي لا يعقل أن يستفيد الفلاح الصغير مثلا 3 دولارات في اليوم ونعتبر بأن هذا دخل مريح، هذا غير. طيب دكتور حامد الدين، لماذا كان موقف حزب العدالة والتنمية غير منسجم تجاه هذه المقاطعة؟ لأنه تأخر في تقدير الموقف منذ البداية. لماذا لم يتدارك على الأقل؟ حينما حاول أن يتدارك وجد بأن الأمر لم يعد بإمكانه أن يتحكم فيه، فأصدر بيانات، قيادة الحزب أصدرت بيانات تقول بأنها تحترم مشاعر المقاطعة، لكن في نفس الوقت هي حريصة على عدم تدهور مجموعة من المؤسسات الاقتصادية، ولا سيما أشاروا إلى مؤسسة متعلقة بالحليب سنترال دانون. لكن كلما تحدثت الحكومة كلما كان رد فعل الشارع أقوى. هذا يطرح إشكال آخر حول تركيبة الحكومة وحول عدم رضا المواطن المغربي على تركيبة. صحيح. هذه الحكومة أكثر مما هو غير راضي على أداء حزب العدالة والتنمية. لكن حزب العدالة والتنمية حينما تصرف بعض وزراء العدالة والتنمية كانت لهم بعض التصريحات التي جعلتهم يظهرون وكأنهم ضد
رغبة الشعب في مقاطعة هذه البضائع. فبالفعل أنا ذاك توجه اتهام النقد كثيرا إلى حزب العدالة والتنمية، وهو يؤدي الآن ثمن هذا الاستحقاق. هو المشكلة أنه العدالة والتنمية ليس فقط الآن، ربما سيؤدي الثمن في الاستحقاق ربما القادم إن لم يكن يقع التدارك بالشكل المناسب. لكن الحكومة أستاذ حامد الدين، حتى أختم معك، يعني إلى متى ستتواصل أو ستواصل في هذه السياسة التي قد يصفها البعض بسياسة عدم الاهتمام، اللامبالاة يعني تجاه المطالب هذه التي تمس قطاع كبير وهام وواسع من الشعب المغربي؟ ألم يكن من الأيسر والأسهل عليها تخفيض الأثمان وانتهى الموضوع، أو المطالبة بذلك على الأقل، مطالبة الشركات بفعل ذلك؟ يعني يا سيدي، نحن نتحدث في بيئة اقتصادية يحكمها اقتصاد السوق وتحرير الأسعار، لكن اقتصاد السوق وتحرير الأسعار دور الحكومة يتمثل أساسا في حماية المنافسة، وهنا يمكن للحكومة أن تطالب بالتسريع بتنزيل مجلس المنافسة. صحيح مجلس المنافسة هو مسؤولية مشتركة، فيه جانب متعلق بالحكومة وجانب متعلق بالملك الذي هو يعين رئيس مجلس المنافسة ويعين بعض الأعضاء الآخرين. هذه النقطة ينبغي لرئيس الحكومة أن يتحمل فيها مسؤوليته السياسية والدستورية من أجل الإسراع بإنزال مجلس. لو كان لدينا مجلس منافسة يقوم بأدواره لربما لم نكن محتاجين إلى المقاطعة، لأنه هو الذي يتدخل من أجل ضبط الأسعار. الحكومة لا سلطة لها على الشركات وعلى المقاولات. أيضا الحكومة يمكنها أن تقوم بتقييم حقيقي لموضوع السياسات القطاعية في مجال الفلاحة. موضوع المخطط الأخضر الذي بالتأكيد في إنجازات لكن بالتأكيد في إخفاقات، وكان يمكن أن تقدم بدائل للفلاح المغربي كتعويض على ما يتعرض له اليوم من أضرار نتيجة حملة المقاطعة. أيضا فيما يتعلق بالغازوات، بالفعل كانت هناك إصلاحات مهمة في عهد الأستاذ عبد الإله بكيران، حيث تم تحرير هذه المادة بإصلاح صندوق المقاصة، أي بحذف الدعم عن هذا المنتوج. لكن في نفس الوقت فرطت الحكومة في دورها لمراقبة الأسعار وتحديد سعر الربح المعقول المطلوب، ولذلك اغتنمت الفرصة بعض الشركات ومنها شركة إفريقيا من أجل الاغتناء السريع وربح ومراكمة أرباح كبيرة جدا تجاوزت الدعم الذي كانت تتلقاه من الدولة. ولذلك الآن الحكومة مطالبة بالتسريع بإنجاز وصفة سريعة للحد من هامش الربح الغير المعقول الذي تستفيد منه هذه الشركات، وبدون شك سينعكس ذلك على الأثمان والمواطن سيلاحظ ذلك. أيضا تطوير البرامج الاجتماعية التي تستدعي الحكومة، لكن أهم شيء في نظري هو أن البلاد أصبحت محتاجة إلى رجة سياسية. لأن الحكومة بتشكيلتها اختارت منذ اليوم الأول أن تكون تشكيلة غير منسجمة مع نتائج 7 أكتوبر، وها نحن نؤدي الثمن جميعا. طيب بكلمتين دكتور حامد الدين، أما موضوع الاستحقاقات القادمة فأعتقد بأنه ليس فقط حزب العدالة والتنمية الذي ربما سيؤدي الثمن، ولكن جميع الأحزاب، ربما أحسن الأحزاب حاليا من ناحية الصحة التنظيمية والعافية السياسية هو حزب العدالة والتنمية. جميع الأحزاب اليوم بدون استثناء أصبحت معطوبة، وهذا سيؤثر على نسبة المشاركة وعلى مصداقية عملية انتخابية. ولا يهم أنذاك من سيكون هو الحزب الأول، حزب العدالة والتنمية أو غيره. دكتور عبد العالي حامد الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، شكرا جزيلا لك، كنت معي من الرباط. أشرف طريبق، يعني الآن فعلا الحكومة، مستقبل أصلا الحكومة سار على المحك، لأن المقاطعة مستمرة قرابة شهرين الآن. الجهات المستهدفة بالمقاطعة، الشركات هذه لم تتراجع وليس هناك أي بوادر للتراجع، كما أنه ليس هناك أي بوادر لإيقاف المقاطعة. هل فعلا نحن الآن أمام نقطة استفهام عن مصير هذه الحكومة؟ هل يمكن كما قال حامد الدين الآن وكأن الحكومة صارت تحتاج إلى رجة سياسية جديدة، يعني زلزال سياسي كما سمي من قبل، هل هناك بوادر لذلك، خاصة ونحن ربما قبيل شهر الآن من عيد العرش؟ أكيد أن حملة المقاطعة هي تؤثر على مستقبل الحكومة وتحدث بها هزات كبيرة جدا، لأنه لا ننسى
أن الحكومة يعني تخرج من أزمة إلى أزمة أخرى، بدءا بحراك الريف، مرورا بحراك جرادة، مرورا بالحملة المقاطعة، فقضية صحفي بوسطين وموقف الحكومة منها إلى آخره، قضايا يعني لا تجعل الحكومة دائما في موقع حريف وفي موقف حريف. لكن عندما نتكلم عن الانتخابات، لا يمكن للدولة المغربية أن تنظم انتخابات وهي لا تعرف آفاق هذه الانتخابات. هل هذه الانتخابات ستعرف تراجع الجميع؟ هل هذه الانتخابات ستؤدي إلى مقاطعة عدد كبير من المغاربة الانتخابات؟ ما هي استطلاعات الأحزاب المستفيدة من هذه العملية؟ بمعنى هل سيقع يعني اختلال في توازن القوى بحيث ستصعب نتائج المعارضة في مواجهة يعني نتائج الأغلبية؟ كل هذه أمور نعم، غير واضحة جدا، وبالتالي أنا لا أعتقد أن المغرب يعني قادر على تنظيم انتخابات سابقة واستحقاقات مبكرة، وبالتالي الحكومة ستستمر. يمكن أن يلحقها تعديلات حكومية من قبيل تعويض الوزير الحسن الدولي، الذي في حالة إذا قبلت استقالته وتم إعفائه من طرف الملك، يمكن أن تكون للحكومة تعديلات، لكن أن تسقط الحكومة بشكل يعني كامل، هذا في نظري مرتبط بتصور الدولة للانتخابات المقبلة التي هي مفتوحة على جميع السيناريوهات، لأن المغاربة كما استطاعوا بسهولة أن يقاطعوا عدد من المنتوجات ولا يقتنونها من الأسواق، قادرون بسهولة أيضا نعم، على أن يقاطعوا العملية الانتخابية. وأكيد أن مقاطعة العملية الانتخابية ذاتها ستكون أعنف من المقاطعة الاقتصادية الممارسة الآن. طيب، هذا فيما يتعلق فعلا بالحكومة، هذه الرجات والارتباك الموجود داخل الحكومة هل سيزيد من تفكيك العلاقة بين مكونات هذه الأحزاب الستة، أم ربما يعني يعين على التضامن والانسجام الحكومي؟ يعني لأنه ظاهرين إلى حتى الآن الجميع متضامنون، يعني حتى أولئك الذين لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الشركات من الوزراء يدافعون عن هذه الشركات وكأنهم ضد المقاطعة. نعم، حملة المقاطعة هي مؤثرة على عدة مستويات، مرتبطة بالحكومة، مرتبطة بالأحزاب، ومرتبطة أيضا بأداء البرلمان عموما. نعم، مرتبطة بالحكومة لأنه هذا التضامن الغريب ما بين مكوناتها، تضامن شكلي لا ينسجم مع طبيعة الحكومة التي ولدت هزيمة منذ بداية الأمر. فأن تجد وزراء لحزب العدالة والتنمية يدافعون عن يعني أو يحاولون أن يبخسوا من قيمة المقاطعة ويدافع عن الحكومة، في حين أن المعنية بالأمر هم وزراء آخرون ينتمون نعم، لحزب تجمع الوطن الأحرار، لأن المقاطعة تهم منتوجات صناعية وتهم منتوجات يعني فلاحية، نعرف جيدا الوزراء المعنيين بها. فبالتالي أن يلبس وزراء لحزب العدالة والتنمية هذا الدور ويحاولوا الدفاع عن آخرين، هذا يظهر على أن في الأمر شيئا ما. إما هناك ضغوطات على هذه الحكومة وعلى الحزب الأغلبي بأن يقوم بواجبه ويتحمل مسؤوليته انطلاقا من موقع التدبير، لأنهم يعرفون جيدا أن هناك قواعد من داخل حزب العدالة والتنمية هي مشاركة في عملية المقاطعة. نعم، وإذا سألت الكثير من قيادي حزب العدالة والتنمية الذين لا يدورون في فلك الحكومة أو البرلمان، ستجدهم مؤيدين لخيارات المقاطعة باعتبارها خيارات نعم، شعبية. الدولة يمكن أن تعرف أن حزب العدالة والتنمية يمر بمفترق طريق صعب جدا، يعني مواقف الوزراء في جهة ومواقف قياديين آخرين في جهة، بمعنى أن هذه الأزمة يمكن أن تؤثر على أداء الحزب وتجعله يذهب في اتجاه التفرقة والتفتيت والتشتت. على مستوى آخر، يعني حزب التجمع الوطني الأحرار تضررت صورته كثيرا من جراء حملة المقاطعة نعم، بحكم أنها استهدفت أمينه العام. لا ننسى أيضا أن هناك فيديو خرج يعني مؤخرا يطالب برحيل أخ النوش في زيارة الملك الأخيرة، ولا زال الاختلاف هل هذا الفيديو صحيح أم مفبرك. لكن إذا في حالة أنه إذا كان مفبركا أو أولئك الناس الذين رفعوا هذه الشعارات هي مدفوعة من طرف أحزاب أخرى، سنعرف جيدا أن المعارضة لها يد في هذا، وسنعرف جيدا أن هناك من الأحزاب الذين لم يرضوا بهذه الأدوار الجديدة لحزب العدالة والتنمية والتجمع الأحرار يحاولون أن يساهموا في أن يتوفروا على موقع جديد في العملية السياسية في مواجهة أحزاب الأغلبية والتبخيس من قيمتها. طيب، سأعود إليك كشر بعد لحظات. الدكتور رشيد لزرق الخبير في القانون الدستوري معي من الرباط، ورحب بك دكتور لزرق. فيما يتعلق بهذه المقاطعة الأكثر من شهرين تقريبا أو قرابة شهرين الآن
وهي مستمرة، ويبدو أن لها نتائج حتى على الأرض. يعني ما الذي يمكن القول حوله؟ ما الذي كشفته بالضبط هذه المقاطعة في نقاط سريعة لو سمحت؟ أولا السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. كشفت هذه المقاطعة أولا بأن كشفت هذه المقاطعة طبيعة الحكومة وطبيعة كونها غير قادرة على التعامل مع آليات جديدة للاحتجاج. هذه الآليات الجديدة تتمثل في أفول الطبقة الوسطى، لأنه احتجاجات وإنه احتجاج من الطبقة الوسطى هذا بالضبط. ومن من حسنات هذه المقاطعة إذا اعتبرنا لها حسنات، كونها كشفت لنا بأن هناك داخل الحزب الأغلبي هناك تياران، أي تحول من لعب الأدوار يتعلق بالأفراد إلى لعب الأدوار يتعلق بالأجنحة، على اعتبار أن هناك جناحين داخل العدالة الوطنية، جناح المجاهد الذي كان يحاول استثمار المقاطعة، وجناح البراغماتي الذي في الحكومة الذي يحاول الدفاع عن التجربة الحكومية. وتطور المقاطعة جعل هناك إحراج للحزب الحاكم، على اعتبار بأنه هو الذي يقود التجربة الحكومية، وعلى اعتبار بأنه هو الذي له رئاسة الحكومة، ومن المفروض أن يكون وضوح سياسيا في اتجاه التعاطي مع المعارضة. هل نواجه المعارضة بالصمت كما فعلوا في الأول؟ وبالتالي اعتبر الصمت العثماني في الأول بأنه تضامن مع المقاطعة، أو حاول تصويره بأنه مع المقاطعة، لكن تصعيد المقاطعة جعل الحكومة في لحظة ضرورة الحسم، هل مع المقاطعة أم ضد المقاطعة، وهذا ما جعل ارتباك داخل الحكومة وداخل خاصة داخل وزارة العدالة الوطنية، لأنهم كانوا بين مدفعان داخل حزبهم ومدفعان داخل الأغلبية الحكومية بضرورة الوضوح السياسي. طيب، لكن في المقابل، يعني مقابل بمعنى المقصود هو العلاقة بين المواطن وبين النخبة السياسية عموما، هل ترى دكتور لازرق أن هناك يعني شكل من أشكال محاولة فهم لمطالب الشعب أو مطالب المواطن من الطبقة السياسية، أم أنه فعلا كل واحد كان في مفترق طرق، يعني كل واحد لا يريد الاستماع للآخر، وخاصة الطبقة السياسية لا تريد التحاور أو لا تريد التنازل لمطلب صار الآن مطلب شعبي يعني واسع؟ يعني المطلب الشعبي الواقعي هو يجب أن نراه في الأصل، بأنه تم لبرالة الاقتصاد بدون أن يكون هناك إجراءات اجتماعية تقي الطبقة الوسطى. هذه النتائج ظهرت الآن، وهي نتائج سياسة التي اعتمدها منذ حكومة بن كيران، وبالتالي أنها تسعت إلى حد صندوق المقاصة وإلى تحرير الاقتصاد بدون أن يكون رؤية لحماية الوضع الاجتماعي. ومن الطبيعي فإن نتائجها بدأت تبرز الآن، وعليه فإن الحكومة مدعوة إلى اعتماد إجراءات سريعة، منها ابتكار والتعامل مع الاقتصاد بنظرة ومع توصيات البنك الدولي من منطق إبداع وليس من منطق اتباع كما يجري حتى الآن، عبر إعمال تقوية الطبقة الوسطى وضرورة الانكباب عليها وضرورة أن تكون هناك نفحة اجتماعية، وإلا نعلم جميعا بأن الطبقة الوسطى هي التي تضمن الاستقرار، وإلا الاستقرار في المغرب سيكون مهب في الريح. شكرا لك دكتور رشيد لازرق الخبير في القانون الدستوري، كنت معي من الرباط. أشرف، في نفس السؤال، كيف تنظر أنت إلى طبيعة هذه العلاقة بين المواطن المغربي وبين الطبقة السياسية بصفة عامة، يعني بغض النظر عن الحكومة من عدمها؟ يعني علاقة المغاربة بالحكومة هي علاقة في البداية، يعني منذ الربيع العربي كانت علاقة أخذت في الرجوع، لأنه في العودة، يعني المغاربة أحسوا منذ الربيع العربي أن هناك أملا في تغيير سياسات حكومتهم، وهناك طبيعة الحال، وهذا ما يعكس على أوضاعهم الاجتماعية. لكن من بعد الربيع وبعد صعود حكومة حزب العدالة الوطنية أخذت تظهر بعض الأمارات وبعض العلامات التي تدل على أن الأفق السياسي في المغرب هو أفق غير متوازن وغير محترم لوعوده والتزاماته. ممكن لأنه الإنسان عندما يخوض تجربة التسيير يعني يصطدم بعراقيل وبحواز لا يعرفها المواطن،
وربما إكراهات تجعله لا يفي بالتزامات ووعوده السياسية أمام المواطن المغربي. وممكن أيضا لأنه عدد كبير من الوزراء وعدد كبير من المسؤولين عندما يتولون مناصبهم يعني ينجرفون وينغمسون وينخرطون في مسلسل آخر لا يعني تابع لرجال الأعمال والاقتصاد ولسياسات يعني تعد داخل كواليس أخرى لا علاقة لها بانتظارات المغاربة. نعم. أعتقد أن المغاربة الآن هم في أدنى مستويات ثقتهم بالحكومة، وأكيد أنه لو كان هناك استفتاء شعبي من أجل إسقاط هذه الحكومة لصوت عليه بالأغلبية، وأكيد أنه لو نظمت انتخابات مبكرة في هذه الأشهر ستشهد أضعف نتيجة تصويت على. طيب ولماذا وصلت الحكومة إلى هذا المستوى؟ هل بفعل سوء تدبيرها؟ أم هناك أطراف أخرى كذلك يعني قد تضع العصا في عجلة أو في دواليب عجلة الحكومة؟ يعني هناك رأيان، هناك الرأي الذي يقول أنه لقد جربنا كل الأحزاب السياسية بما فيهم هذا الحزب العدالة والتنمية بما اتضح أمر حزب الأصالة والمعاصرة، يعني جربنا كل هذه الأحزاب لكن النتيجة تبقى دائما واحدة، هذا رأي. وهناك الرأي الثاني الذي يقول مهما صوتت على أي حزب والتزم معك وكانت قناعات أفراده وبرامجه يعني واضحة وجيدة ومقنعة إلا أنه على مستوى العمل والممارسة سيجد عراقيل وحواجز كثيرة لن تجعله يقوم بما التزم به ولن يفي بوعوده، لأنه ببساطة شديدة هذه الصلاحيات الممنوحة للحكومة هي صلاحيات على الورق على الدستور صلاحيات مهمة جدا، لكن على الممارسة الواقعية تصطدم بعدد من الإكراهات مما يجعلها لا تتخذ حتى أبسط القرارات التي يمكن أن تهم تحسين واقع الاجتماعي المغاربي. هكذا المغاربة يعني اتجاه سيختار هذا الاتجاه ومجموعة أخرى ستختار الاتجاه الآخر، مما يعني أنه الكل يجمع تقريبا على أن المقاطعة السياسية هي الأفق. لا ننسى أيضا أن تجربة المقاطعة الاقتصادية هي مؤشر للمقاطعة السياسية ضمنيا، عندما تقاطع منتجات اقتصادية والحكومة لا تستطيع التأثير والضغط على هذه الشركات أجل تخفيض أثمنة منتجاتها، عندما لا تستطيع الحكومة القيام بدور الحكم الضامن والساهر على يعني عبر مؤسسات الدستور على الحفاظ على الأثمنة وعلى الحفاظ على القدرة الشرائية، عندما تعجز الحكومة أيضا على توقيع يعني اتفاق اجتماعي مع النقابات من أجل رفع القدرة الشرائية للمواطن، آنذاك يعني ستنقلب هذه المقاطعة الاقتصادية إلى مقاطعة سياسية واضح وبشكل أخطر وأعمق. سأعود إليك أشرف بعد لحظات للدكتور معطي المنجب المحلل السياسي والمؤرخ معي من الرباط، مرحبا بك دكتور المعطي. إذا هذه المقاطعة وإن لم تكن على قول أحد قيادي العدالة والتنمية وإن لم يكن الحزب العدالة والتنمية هو المستهدف بها، ولكنها تأثرت الحزب تأثر بها وأثرت فيه، رأينا موقف الداودي ويعني الارتباك الذي حصل داخل الحزب وفي حديث عن إعفائه إلى غير ذلك. هناك قيادات أخرى ليست في الحكومة مع المقاطعة، قيادات من حزب العدالة في الحكومة ضد المقاطعة، يعني كيف يمكن دكتور المعطي الحديث أو ما هي الآثار التي تركتها هذه المقاطعة على الحزب الأول حزب العدالة والتنمية؟ طبعا هناك ارتباك داخل الحزب يعني العدالة والتنمية، لأن هناك ارتباك في تدبير قضية المقاطعة من طرف النظام، فإعلام القريب من النظام وكل يعني من هو والإعلام سواء كان رسمي أو شبه رسمي في الأول كان ضد المقاطعة ويقولون تضر الاقتصاد الوطني إلى آخره، بل إن هذا الإعلام صار في اتجاه أن البي جي دي أي الحزب الحاكم وخصوصا المعارضة يعني الممانعة للقصر داخله ابن كيران هم الذين يعني يدفعون في اتجاه المقاطعة وأنها مناورة سياسية لإضعاف الحكم والتعبير عن عدم رضاهم عن نتيجة البلوكاج إلى آخره. ولكن بعد حوالي 15 يوم نجحت المقاطعة على الصعيد الشعبي
فلم يلقى القول بأن البي جي دي وراءها قضية سياسية جيدة للنظام، لأنه يعني أصبحت شعبية وواضح جزء كبير من المستهلكين ومن المواطنين ينخرطون فيها، فأصبح يقال من داخل النظام بل والتلفزة الرسمية دوزين قالت شجعت المقاطعة وقالت بأنها موجهة ضد الحكومة، أي ضد البي جي دي في الحكومة. إذن كل هذا الارتباك دفع اولا يعني الناس الذين يقودون البي جي دي حاليا الى القول في الاول بانهم ضد المقاطعه، لان النظام كان يتهمهم بانهم هم اصحاب المقاطعه. وبعد ذلك لما اصبح جزء من النظام والاعلام قريب منه يؤيد المقاطعه على اساس سياسي، اي يجنوا ثمره سياسيه هي انها ضد البي جي دي، ولهذا يضعفوا البي جي دي. اذن اختلطت الامور ولم يبقى واضح للبي جي دي ماذا يجب ان يفعل، بل ان صفحه الملك محمد السادس في الفيسبوك قد ايدت المقاطعه بشكل حماسي جدا، وهي الصفحه التي يديرها السيد سفيان البحري لمده عده ساعات، نشر بلاغ غريب جدا يقول بان مصاصي الدماء في المغرب الى اخره يجب ان يحاربوا الى اخره الى اخره. إذن هذا هو الواقع. إذن الآن الحل السياسي صعب جدا بالنسبة للعدالة والتنمية وبالنسبة كذلك للنظام، لأن النظام كان يريد أن يستغل المقاطعة لماذا؟ لتغيير الحكومة وربما يعني تعيين السيد أخنوش على رئيس الحكومة الجديدة. كيف أستاذ المعطي؟ هو الهدف لا بد أن أكمل الجملة فقط. أتفضل. أن السيد أخنوش هو الهدف الأول السياسي للمقاطعة. طيب أستاذ المعطي، كيف نضعه على رأس الحكومة؟ صعب. كيف يعني، أو ما تفسير قولك أنه الحكومة هي اللي كانت مستهدفة من المقاطعة يعني؟ لا، ليس لا حكومة ولا شيء. المقاطعون كانوا يستهدفون يعني ثلاث شركات أساسية، هي شركة السيد أخنوش لأنه طيب. الرجل الأغنى في المغرب بعد الملك، والسيدة يعني مالكة سيدي علي، مياه سيدي علي لأنها رئيسة باترونا، أي رئيسة رجال ونساء الأعمال السابقة. نعم. ثم شركة سنترال الفرنسية. إذن المشكل أن السيد أخنوش هو يعني الزعيم السياسي الأكثر قرب من النظام، وهو الذي يلعب الدور الوسيط مع الطبقة السياسية، وهو الذي يعني يقترح حلول للنظام إلى آخره. إذن أصبح مشكل معقد جدا مع نجاح المقاطعة. أي حل سيكون يعني، ليس هناك أي حل يمكن أن يكون لصالح النظام. هكذا. طيب الآن يعني المقاطعة أخذت مداها وما زالت متواصلة، ولكن ليست هناك أي بوادر من جهة هذه الشركات في الاستجابة للمقاطعة وخفض الأثمان. ما هو الحل الذي تراه مناسبا في هذه المرحلة إذن؟ أستاذ منجب، أستاذ المعطي منجب، انقطع الخط. وحول السؤال لزميلنا أشرف طريبق. أمام إذن هذا التعنت من الجانبين، التعنت من الحكومة الشركات والإصرار من المواطنين على مواصلة، ما هي الحلول الممكنة الآن بتقديرك؟ الحلول العاجلة والآنية وهي أن تتدخل الحكومة بشكل واضح من اجل ان تدعم يعني كما قالت يعني الفلاحين المتضررين من جراء المقاطعه الحليب، وان يعني تستعجل يعني اخراج مجلس المنافسه الذي هو معطل منذ سنوات بسبب مسؤوليه الحكومه وايضا مسؤوليه تعيين رئيس هذا المجلس، وكذلك الاسراع باخراج يعني مرسوم حكومي يحدد سقط يعني أرباح الشركات التي تتاجر في المحروقات. أعتقد هذه تدابير أساسية يجب أن تقوم بها الحكومة في أسرع وقت من أجل تحمل مسؤوليتها السياسية. أما أنا متوقع على أنه عندما نجح خيار المقاطعة سيصبح سلاحا شعبيا، يمكن أن تنفذ المقاطعة إلى منتجات أخرى، يمكن أن تتحول المقاطعة. سنعود لهذه النقطة بعد لحظات أشرف حتى نتحدث عن هذا الحراك المجتمعي ودلالاته. أستاذ المعطي منجب عاد إلينا. كنت سألتك عن أمام هذا الإصرار من المقاطعين والتعنت من هذه الشركات، ما هو الحل الذي يمكن أن ينزع
فتي الأزمة يعني ستأتي ربما على كثير من الأحزاب وحتى على الحكومة نفسها. أستاذ المعطي. ألو. نعم، أنا أظن أن الحل السياسي صعب جدا، لأن الحكم لا يريد أن تخفض الأسعار، لأن سيظهر وكأن هناك انتصار لتيار قوي داخل المجتمع المغربي يعارض سياسات الحكم، ومنها أساسا ربط الثروة بالسلطة. ولهذا فإن أي حل يذهب في اتجاه قد يذهب في اتجاه معاكس لما يطالب به المقاطعون، وهو فصل الثروة عن السلطة. والمشكل أن السيد أخنوش كما قلت لكم هو أغنى أغنياء المغرب يعني الآن، فكيف الحل والنظام يجعل منه الزعيم السياسي الأقرب منه، أي أنه إذا تغيرت الحكومة يجب أن يكون هو على رأس حكومة جديدة، وإلا فشل كل مشروع النظام في بعد انتخابات 2021. لكن هناك كلام آخر أستاذ المعطي، هناك كلام آخر عن مستقبل أخنوش والحزب نفسه التجمع الوطني الأحرار، يعني بعد نجاح المقاطعة يقول البعض أنه لم يعد هناك أي مستقبل لوزير الفلاحة، وربما سيقع أي تعديل الآن هناك وزراء سيذهبون على رأسهم، قد يكون وزير الفلاحة عزيز أخنوش نفسه. ولكن هذا الحل ما زال النظام يتردد في أن يطبقه. لماذا؟ لأنه يظهر أن المقاطعين الذين يعارضون ربط السلطة بالثروة أنهم قد نجحوا، إذن قد يكون يعني يجب أن تكون يعني سياسة جديدة جدا، وأن يكون إصلاح للنظام يمنع ربط الثروة بالسلطة، وهذا صعب جدا على النظام، فلا يمكن أن يدخل في دستور أكثر ديمقراطية إذا شئتم، لأن حتى دستور 2011 خلق له مشكل مع بن كيران، فأصبح من الصعب التخلص من بن كيران. نعم. فلجأوا إلى حل لا دستوري وهو عفاء بن كيران. واضح جدا أستاذ المعطي. ما زال النظام متردد ولا يمكن أن يتمنى أي أحد بحل، اللهم إلا إذا كانت حكومة وحدة وطنية يمكن أن تستمر عام أو عام ونصف لتسبع انتخابات، ولكن النظام لا يريد أن يغامر بحلول سياسية إصلاحية. واضح جدا. تقوي. نعم. شكرا لك أستاذ المعطي منجب المحلل السياسي والمؤرخ، كنت معي من المغرب. أشرف، موضوع المقاطعة هذا موضوع ذو شجون وفيه تفريعات كثيرة حقيقة، أكيد سنعود لمتابعته، لأنه واضح أن هناك إصرار من الجانبين على الاستمرار يعني في سياسة عض الأصابع دعنا نسميها. فيما تبقى من دقيقتين تقريبا، أنتم في الأسبوع الماضي كونتم لجنة فيها مجموعة من حقوقيين وصحفيين، أنت المنسق لهذه الجمعية أو لهذه التشكيلة الجديدة للدفاع عن الصحفي توفيق بو عشرين. بداية، لماذا يعني أنتم كمجتمع مدني تدافعون؟ الرجل عنده محامين يدافعون عنه، وهناك قضية منشورة أمام القضاء، هناك أدلة من هنا ومن هناك، ما دخل المجتمع المدني والصحفيين في الدفاع عن شخص فيه شبهة يعني على الأقل متعلقة به شبهة إلى حد الآن؟ هو للتوضيح صديقي سمير، هو أنه نحن لسنا للدفاع عن بو عشرين، وإنما لسنا أسميناها لسنة الحقيقة والعدالة في ملف أو قضية الصحفي توفيق بو عشرين. نعم. بمعنى هذا الملف عندما فتح وتم اعتقال السيد توفيق بو عشرين يعني من طرف الفرقة الوطنية، وفتح له ملف فيه اتهامات ثقيلة جدا تصل إلى جريمة التجارة بالبشر، واستمر هذا الملف وقطع تقريبا ما يقارب 40 جلسة، تبينت لنا العديد من المعطيات والمؤشرات التي تظهر لنا بكل وضوح أن هناك مسا بالضمانات المحاكمة العادلة في هذا الملف، وهناك تعتيم قوي جدا على هذا الملف، حيث لم نعد ندري يعني حقيقة ما يجري والمعطيات الواردة، لا سيما أنه في مرحلة عرض الفيديوهات أمام هيئة المحكمة اضطر القاضي إلى إعلان سرية الجلسات ضمانا حتى لا تتسرب الفيديوهات بما يعني تتوفر فيها على مشاهد جنسية. لكن هذا القرار عتم على القضية وجعل مصادر القضية مرتبطة بالمحامين، وهناك وقع تضارب كبير في الآراء، واختلط الحابل بالنابل، وانقسم الجميع ما بين من هو يدين الصحفي بو عشرين ومن يدافع عنه. آنذاك
اجتمعت فعاليات حقوقية وثقافية وسياسية وأكاديمية وإعلامية من أجل تشكيل لجنة الحقيقة والعدالة في هذا الملف بحثاً عن الحقيقة وتتبعاً ومطالبة بتوفير كل الضمانات للمحاكمة العادلة، وأكيد أنه إذا كانت هذه المحاكمة عادلة الكل سينال جزاءه. لا ننسى أيضا أن هناك مسا بقرينة البراءة للصحفي توفيق بوعشرين. توفيق بوعشرين لا زال متهما. الاعتماد على الشبهة أو الاشتباه هو من اختصاص النيابة العامة وليس من اختصاص القضاء. الأصل هو الحفاظ على قرينة البراءة، لأنه إلى حدود الساعة الصحفي توفيق بوعشرين هو متهم لم يدن بعد. انفجار عدد من المواقع الإعلامية والمنابر الإعلامية وانخراط عدد من الجهات في محاولة للتشويه والنيل من سمعة الصحفي توفيق بوعشرين، هذا أثار الحفيظة الكثير من الحقوقيين الذي يعني قرأ الوضع على أنه الكيل بمكيالين، لا يمكن أن يكون هناك تعامل بتمييز. يعني التعامل مع الصحفي بوعشرين بهذه القسوة وبهذه الحملة من التشويه واستغلال لمنابر إعلامية مخصصة لأجل النيل منه، في مقابل يعني العديد من المفسدين والعديد من رجال الأعمال والمخدرات والمتورطين في عدد من الملفات، أبسط ما يمكن أن يقع على قدرة، هم مطلوق السراح ويفعلون ما يشاءون في هذا الملف. واضح، شكرا لك، ونتمنى لكم فعلا التوفيق في كشف الحقيقة، لأنه هذا الذي من أجله تأسست الجمعية، وإنارة الرأي المغربي والعربي كذلك بمجريات هذه القضية. الزميل أشرف طريبق الكاتب والمحلل السياسي كنت معي من الرباط، شكرا جزيلا على المشاركة معنا، كما أشكركم أنتم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، وموعدنا غدا بحول الله. السلام عليكم.